إذن مشاهدينا الأفاضل، خليكم درك مع فقرة خلاص تفهم. توفر مهن المستقبل فرص جديدة لحاملي المشاريع المبتكرة للإبداع، ومن بين هاي المجالات الواعدة الذكاء الاصطناعي اللي سهل الكثير من الأمور ويحسن المردودية. أمن المعلومات اللي بها اليوم البيانات والأنظمة عاد حساسة وتسوى ياسر من الفلوس. التكنولوجيا الحيوية اللي تتخصص بطرائق جديدة للعلاج وتحسين الصحة. الطاقات المتجددة اللي تلود الحلول مستدامة لتلبية الحاجيات الطاقية. اليوم وفي المستقبل من الضروري أن نخرطوا جميعا في هاي المجالات وغيرها باش نعود فاعلين في مستقبل بلدنا.